عملية الإجلاء في مطار كابول وصلت إلى أخطر مرحلة مع تنفيذ هجومين إرهابيين على أطراف المطار أوقع ضحايا من دون خسائر بشرية في صفوف البريطانيين، وذلك بعد ساعات من تحذير أجهزة الاستخبارات الغربية من وقوع اعتداءات. نتقدم بتعزينا لكل من الولايات المتحدة والشعب الأفغاني، وأؤكد أن هذا التهديد بهجوم إرهابي هو أحد القيود التي كنا نعمل في ظلها في أكبر عملية إجلاء تشهدها بلادنا، وكنا مستعدين لهكذا اعتداء. بوريس جونسون ترأس اجتماعا أمنيا على خلفية الهجوم الإرهابي بعد تفقده قاعدة عسكرية تنسق جهود الإجلاء، وأكد استمرار جهود بلاده في الإجلاء بالرغم من الحادث الإرهابي دون كشف من كان وراء الاعتداء. لا أريد التعليق على المعلومات الاستخباراتية، ولكن يمكنني القول إن أعضاء في حركة طالبان كانوا من بين ضحايا الهجوم، وأي حكومة مستقبلية في أفغانستان ستواجه صعوبة كبيرة وستستمر هذه التهديدات. الوقت القصير المتبقي لانسحاب القوات الأمريكية والتهديدات المتزايدة بشن هجمات عجلت من إنهاء دول جسورها الجوية مع كابول لتدخل أفغانستان مرحلة خطيرة وحالة عدم استقرار سياسي وأمني. العديد من الجهات الفاعلة غير الحكومية التي ليست جزءا ضروريا من طالبان كأعضاء في القاعدة أو أعضاء في شبكة حقاني الذين يمارسون العنف ويعملون على جانبي الحدود الباكستانية والأفغانية، قد تجد طالبان صعوبة كبيرة في السيطرة على هذه الفصائل بعد 31. عملية الإجلاء في كابول اقتربت من نهايتها مع وصول الغالبية العظمى من الأفغان والمؤهلين الذين وصل عددهم إلى 15,000 شخص، إضافة إلى 2,000 أفغاني آخرين عالقين سيتم نقلهم في 11 رحلة. مصطفى زارو، العربية، لندن.